والموانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثل الدعاء، إنسان يدعو ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام، فهذه الأشياء كلها موانع من إجابة الدعاء. لا يستجاب دعاؤه إذا كان مطعمه حرام أو ملبسه حرام أو غذية بالحرام، لا تستجاب دعاؤه. هذه موانع، موانع إجابة الدعاء.